تحيي للجميع وبرحب بالمستشارة الأسرية النفسية ومعدة ومقدمة البرامج الأسرية النفسية والمدرب المعتمد من اتحاد مدربين العرب المستشارة لمى الصفدي من الإمارات العربية المتحدة دبي. يا أهلا فيك، تسلم، شكرا، يسعدني أكيد وبشرفني أن يكون معكم ومعك تحديدا أنت. دايما في علامة استفهام حول مشاكل الأكل عند الأولاد، أوقات بتكون الكمية قليلة أو بتكون يمكن أكثر من اللازم، أو بيرفضوا تناول بعض الأطعمة وبيفضلوا غيرها مثل الوجبات السريعة والسكاكر. كيف بدنا نتعامل مع هالموضوع؟ مشكلة الأكل أو الانتقائية بتناول الطعام هي مشكلة أكيد كثير من الأهل بيعانوا منها، والسبب فيها بأنه أولا بيكون في أخطاء عند الأهل، يعني أخطاء عند الأم أثناء أول مرة قدمت الطعام للطفل، لأنه عادة في بعض الأطفال ممكن يتذوقوا الطعام أول مرة بس بيرفضوه، ممكن الرائحة، ممكن ألم الأسنان، فالمفروض أنه هي ما تيأس. لا، في أمهات بيطلقوا دائما أحكام بأنه أمي مثلا ما بيحب الفواكه، اللي جرب أكل مرة الرز وما حبه، فبالتالي بيكون عنده أحكام مسبقة على الطفل. المفروض اليوم نصيحة لكل الأمهات، لحد عمر السنتين ونص ما في قاعدة تعمم بأنه طفلي لا يحب تناول صنف من الطعام. المفروض أنه نحن نعيد تقديم الطعام نفس النوع بعد فترة، ولكن مثلا نختار صحن بشكل معين أو طريقة معينة، أو أحيانا نترك الخيار للطفل. يعني هي نصيحة بنصحها لكل الأمهات، لأنه دائما سووا مثلا تقطيع فواكه أو خضروات بصحن واتركوه أمام الطفل بدون حتى ما نطلب من الطفل أنه تناول طعام. هو دعوه يستكشف، مثل ما بيستكشف الغرفة، بيستكشف الألعاب، بيستكشف التفاصيل، فبيكون عنده فكرة أنه هو بدأ بالتعرف على أصناف جديدة، وبيكون حاس حاله أنه هو متحمل المسؤولية. في أولاد مثلا بيكونوا بعمر 6 شهور كمان بيرفضوا تناول الطعام. صحيح، اللي بيصير بأنه الطفل بهذا العمر، خصوصا لما دايما بيكون مرتبط مع الأطفال اللي عنده النمو بالأسنان، فبالتالي اولا طعم الطعام بيكون مختلف، واثنين بيكون ممكن بيشعر بالالم لانه اللثه عنده بتكون متهيجه. فهون الخيار بانه نحن نجرب، اكيد في اطعمه معينه كلنا بنحب اطعمه معينه، بنرفض طعام معين. اعطيك مثال، ليش الاطفال ببلشوا يرفضوا الطعام؟ لانه ممكن يكون بدانا باطعام اشياء فيها سكر، مثل الاطعمه الجاهزه، السيرلاك الى ما هنالك، فبالتالي هو لما بياخذ اي طعام فيه نسبه سكريات كبدايه، كيف بعدين رح نقنعه انه هو ياخذ خضره مسلوقه؟ لانه هو اخذ الاطيب، فيروح بعدين للطعم اللي هو بالنسبة له غير متقبل هاي المشكلة. مشان هيك كمان هي نصيحة بأنه ما نبتدي بالأطعمة اللي فيها سكر، يعني ما نبتدي بأي طعام فيها. وبعدين جدا هاي معلومة بأنه أغلب الأطعمة بيكتبونا عنها بدون مواد حافظة وبدون حتى بدون سكر، ولكن لو انتبهنا للمكونات نشوف في كتير عناصر هي مماثلة للسكر، مشان هيك هي طعمها حلو، وهي العناصر تشتغل على الدماغ، فبالتالي الطفل بيصير عنده حالة أشبه بالإدمان البسيط عليها، بيروح إلها بيرفض بعدها إنه يتناول الأطعمة اللي هي طبيعية مثل الخضروات أو إلى ما هنالك. يعني ابتداء من أي عمر فينا نبلش نعطي حلويات أو سكريات؟ أنا دائما بنصح بأنه ما نعطي السكر بالقدر المستطاع، يعني أقل ما يمكن. ليه؟ أنا رح أشرحها أكيد بس من جانب نفسي، لأنه اللي بيصير أنه الأطفال بهذا العمر بيأثر على حركتهم، يعني على حركة الطفل، هو كيف بيتحرك الطفل خلال اليوم. فالأطفال اللي كثير هم بياخذوا السكريات، الأطفال اللي بياخذوا السكريات بكميات كبيرة بنشوفهم بأنه عندهم كثير فرط نشاط حركي، يعني بتكون حركتهم أكثر 10 أضعاف يمكن من الأطفال اللي هم ما بياخذوا سكر. أول نصيحة بأنه لا تبتدي يوم الطفل بالسكر، يعني حاولوا شو ما كانت في محاولات ممكن تكون عند الإنسان بأنه نحن ما نبتدي يومنا بأنه نعطي ابننا كمية كبيرة من السكر، لأنه هذا الشيء أكيد رح يأثر على المدى البعيد. فهي الموضوع له علاقة بأنه بنوعية اللي الطفل هو بيتناول، وبنوعية الأشياء اللي الأم بتصير هي بتعود الطفل. نحن بنعرف كلنا تعودنا على أنواع معينة لأن أمنا كانت تعملنا إياه، فالمسؤولية كبيرة على الأم بهاي الموضوع. كيف بدنا نتعامل مع السلوك الغير مناسب أثناء تناول الطعام؟ يعني في أولاد أوقات بيرموا الأكل على الأرض. أدوى، يعني صحيح، هذا اللي في كثير من الناس بيعتبروا أنه هو يعني أكبر من عمر الأطفال، ولكن في ثقافة معينة نحن نعلمها للأهل اسمها إتيكيت الطعام. إتيكيت الطعام هو مش أنه كيف يمسك الشوكة والملعقة ولا كيف هو يكون عنده إتيكيت، ولكن إتيكيت الطعام اللي هي نعلمه شو يعني احترام أنه هو موجود على طاولة الطعام. اولا المفروض بهالحالة بانه الاهل ما يكملوا الغداء بشكل طبيعي، يعني صار هيك موقف معنا، الولد مثلا رمى صحن الاكل على الارض، واحيانا هو بيرمي بشيل الاكل وبيرميه ان كان بمطعم او ببيت او عنده بيوت،
هذا الموقف ممنوع نحن نستمر فيما بعد وكأنه شيئا لم يكن. المفروض أن هو يصير توقف كامل، وهذا الطفل يتم الحديث معه واستفسار أولا لنفهم شو اللي بيزعجه. دائما أنا أقول قبل ما نروح للعقاب نفهم منه، نسأله أنه أنت شو اللي زعجك، شو اللي صاير، شو فيه. بعدين لما هو يطلع الموضوع مثلا ما بده كل هالسلوك، كان مثلا زعجه فرضا لانه ما كان في شيء متناول ايده ملح، او مثلا الاكل ما عجبه او الى ما هنالك، فالمفروض بانه الطفل نشيله عن الطعام وفعلا يعني ياخذ العقاب المناسب لعمره. العقاب طبعا احنا بنحكي عنه دائما، احنا مش صرخ بالصراخ ومش ضرب ومش اهانات لفظيه. العقاب دائما بيكون بانه هو على ما اكل الطعام فهو بيبتعد عنها، وممكن بيجلس بمكان لمدة 10 دقائق ومنناقشه بالمثال. في أهل هلأ ممكن بيسمعونا بيقولوا إنه شو بده صبر القصة، يعني هي التربية الحديثة كثير بده وقت، وكثير يعني معقول الواحد يلغي وجبة الطعام لحتى يروح ويحكي ويعطبه 10 دقائق. ولكن اللي بيصير على أرض الواقع، أكيد أنت بتشاهد وأنت أب فأنت بتعرف شو يعني هذا التفاصيل. إنه أحيانا في أهل ما بيطلعوا برا البيت حتى أولادهم ما يخجلوهم، فلا بيستاهل لما نحن بتصير مثل هيك موقف ونحن بالبيت بأنه نوقف وجبة الطعام ونتعامل مع الطفل لنفهم منه شو اللي صاير معه، وهو يحس حاله فعلا بأنه هذا تصرف خاطئ. نعم، هل في خوف من تجربة أطعمة جديدة؟ أكيد نحن دائما بأي طعام جديد بنجربه لازم يكون كميات قليلة. أنا مثلا بنتي للأطفال اللي عندها حساسية من الأناناس، ويعني نتيجة الصدفة حتى وليس الوعيها بين قوسين، لأنه أنا تصرفت يعني أثناء هذا الموقف يعني كان عن طريق الصدفة اكتشف أنها عندها حساسية قاتلة من الأناناس. فهي نصيحة لكل أم بأنه أنت لا تبتدي بكميات كبيرة وتنبسطي بأنه ابني حابب وعم يأكل مثلا بدأ بالموز تفاح عنب أي فواكه. لا، المفروض أول تجربة دائما تكون كمية كثير قليلة وننتظر لنشوف ردة فعل الجسم على هذا الغذاء، لأنه ممكن تكون حساسية تستمر كل العمر. شكرا لك المستشارة الأسرية النفسية لما الصفدي، وأهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا، كلك زوج. إلى اللقاء. شكرا لك.